يحاول هذا الممرض جاهدا إنقاذ حياة العجوز المسن المصاب بوباء الكوليرا الذي أصبح داء مستفحلا يفتك بعشرات الأرواح. هنا في العاصمة صنعاء تكتظ غرف وطواريد المستشفى الجمهوري بالحالات المصابة التي استطاعت الوصول بحثا عن العلاج، فيما عجزت بعض الحالات عن الوصول إلى هنا بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها. امتلأت الغرف الخاصة بقسم الطوارئ بمرضى الكوليرا، ودب الخوف والهلع لدى عشرات الأسر جراء تفشي الوباء بعد أن وصل عدد المصابين إلى أكثر من 150 حالة من الرجال والنساء والأطفال. عودة مخيفة لمرض الكوليرا في ظل وضع صحي بالغ التدهور، فمنذ اجتياح الميليشيات للمدن تغيرت معالمها وصارت شوارعها مكبا للنفايات، فضلا عن طفح مياه الصرف الصحي في خضم تنبيهات من منظمات محلية ودولية إلى احتمال كارثة بيئية وصحية. فقد بات الكوليرا خطرا إضافيا على اليمنيين وسببا للموت اليومي، لكن وتيرة انتشاره الحالية وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتطويقه تثير المخاوف من تفشي أزمة صحية أكثر فظاعة ومأساة.